level 1. Now we are in lecture number 3, electronic definitely, part 2. احنا في المحاضرة الثالثة الجزء الثاني. اوكي طيب، بدايتها زي ما انتم شايفين كده حاجة اسمها expressions of receiving guests. expressions of receiving guests يعني تعبيرات بقولها في مرحلة وانا بستقبل الجست، الضيف اللي جاي لي الهوتيل، الفندق اللي انا بشتغل فيه. اوكي، في هنا هنستعرض مجموعة من التعبيرات، منها انت بتقولها ومنها هو ممكن يقولها لك. المهم ان احنا دلوقتي في التوقيت بتاع ايه؟ بتاع receiving guests، بتاع استقبال العميل او الضيف. ممكن يجي لك سؤال زي ده بقى، الاكسبريشنز دي انت لازم تذاكرها كويس جدا طبعا، لان ده شغلك يعني، ده اللغة الانجليزية اللي انت هتحتاجها. اوكي، وعايز انبه عليكم انه حفظ الجمل على بعضها، يعني لما اخد تعبيرات زي دي تعبير على بعضه وذاكره، ده هيكون مفيد جدا بالنسبة لي. انه اولا يبقى زي جمل جاهزة في دماغي استعملها وقت ما انا اكون عايز، وقت ما انا اكون محتاج، لو بتدرب تدريب في الصيف، لو بشتغل جنب الدراسة قدام، بعدين لما اخلص دراسة خالص وابدأ ابني الكارير بتاعي. اوكي، في كتير قوي ناس لما بتيجي تتعامل مع الاجانب بيلاقوا صعوبة في فكرة ان هو يكون جملة. لا، انت تاخد التعبيرات دي على بعضها تبقى محفوظة عندك في الذاكرة بتاعتك، تستعملها بشكل فوري من غير ما تبقى انت محتاج تجمع كلمات على بعضها علشان تعمل جملة. تمام، ثانيا حفظك للجمل على بعضها بالشكل ده في صورة تعبيرات ليها علاقة بموقف معين زي استقبال الضيف في الهوتيل مثلا، ده بيساعدك ان انت اصلا تتعلم ازاي تكون جملة، لانك هتتعود، يعني مخك هيتعود على ترتيب الجملة، الترتيب المنطقي الصحيح للجملة، فبالتالي هتلاقي نفسك بتعرف انت كمان لما تيجي تكون جملة من دماغك بقى تلاقي الموضوع بقى اسهل. ليه؟ لانك عندك مثال محفوظ في دماغك. اوكي طيب، خلينا نشوف كده expression by expression، تعبير بتعبير، كل واحد فيهم معناه ايه بالظبط، ويا ترى مين اللي بيقوله؟ لان احنا اتفقنا ان هنا التعبيرات دي هم حوالي 1 2 3 4 5 6، هم 6 expressions يعني تعبيرات، هم 6 تعبيرات، في منهم بيتقال من خلال ال guest اللي هو العميل الضيف، او وفي منهم بيتقال من خلال ال receptionist اللي هو الموظف، موظف ال reception. اوكي، اول expression، اول اكسبريشن، قبل بس ما ندخل في الاكسبريشنز عايزه اوضح لكم معنى العنوان تاني واكد عليه، هو مكتوب عندكم هنا اهو باللون الاحمر. اكسبريشنز يعني تعبيرات، of receiving خاصه باستقبال، receiving يعني استقبال، receiving يعني استقبال guests الضيوف، الضيوف اللي هو العميل يعني الضيف بتاعك في المنتجع، في الهوتيل، في الريستورانت، في المطعم، كل ده بيبقى اسمه ضيفك. اوكي، سو اول اكسبريشن، I would like to chicken please، I would like to chicken please، I would like to chicken please، ده اكسبريشن هيتقال من خلال الجست الضيف او الكاستمر العميل، بمعنى بيقول لك I'd like to يعني انا ارغب او انا اود في chicken please، عايز اعمل chicken. ده فعل من اهم الافعال اللي لازم تكون حافظهم. يعني ايه؟ يعني عايز اسجل بياناتي، اسجل دخولي للاوتيل لو سمحت. هو بيقول لك الكلام ده الضيف او العميل بتاعك. اوكي، I'd like to chicken please. فانت مجرد ما تسمع بقى الكلمه دي من العميل الاجنبي المحترم اللي جاي لك ده، تعرف انك هتبدا تمشي في الاجراءات بتاعه تسجيل دخوله للفندق، وتطلع له بقى الريجستريشن كارد اللي هي استمارة التسجيل، وتبدا تنده البورتر الشيال ان هو ياخد اللاججز بتاعته وهكذا. اوكي، اول ما تسمع كلمه تشيكن فاين. حتى احنا على الفيسبوك لما بنبقى رايحين مكان مهم ولا حاجه نقول ايه تشيكن، مثلا جنينه كذا، ملاهي كذا، واحنا بنتفسح في المناسبات بتاعتنا العاديه يعني. تشيكن ما بتتقالش تشيك ان، بتتقال على بعضها تشيكن.
Expression number two. Could you please fill in this registration card? يعني لو سمحت. Could you please, هل تسمح, fill in this registration card? يعني ممكن لو سمحت تملى استمارة التسجيل دي. Registration card يعني استمارة التسجيل, اللي هم آخر كلمتين في السؤال. آخر كلمتين دول معناهم استمارة التسجيل. Registration card. Card يعني كارت أو استمارة. Registration يعني تسجيل. دي بتتقال من خلال مين الـ expression ده؟ ده بيتقال طبعا من خلالك أنت كعامل في الفندق أو في المنتجع. أوكي, أنت اللي بتقول للعميل لو سمحت تفضل الاستمارة دي املها لي. Fill in يعني املى. طبعا مستحيل اقول للعميل بتاعي fill in كده على طول, انا لازم ابدا ب could you please الاول. could you please ده يعني لو سمحت, وصيغه مبالغ فيها في الاحترام. اوكي, وده ضروري جدا, وده من اساسيات شغلك انك يكون الانجليش اللي بتستعمله formal يعني رسمي, وpolite يعني مهذب. اوكي, نيجي للجمله الثالثه. your room number is 361. رقم غرفتك بيكون 361. ها, it's on the third floor, هو في الطابق الثالث. طبعا هو كده كده بيبقى في حد معاه بيوصله, بس انت من ناحيتك انت كموظف كريسبشنست لازم تقول البيانات كامله. اوكي, تقول له هي رقم كام وفي الدور الكام. your room number يعني رقم غرفتك is, يكون ها verb to be, 361. It's on, إنه يكون على third floor, الطابق الثالث. floor يعني الطابق. okay, third اللي هو الثالث. طبعا دي جملة أنت اللي بتقولها, اللي أنت كreceptionist. طيب, here is your key card for your room. okay, here is your key card for your room. يعني إيه here is your؟ يعني تفضل, ده الكي كارد. key card, key card يعني الكارت الإلكتروني بتاع your room, بتاع أوضتك. يعني إيه؟ جنب المفتاح لازم تدي له كي كارد. كي كارد اللي هي الكارت اللي بيفتح بيه الأوضة. أوكي, ممكن بيبقى معاه مفتاح أو ممكن ما يبقاش معاه, يعني ممكن يبقى معاه مفتاح فقط وما يبقاش معاه كي كارد, وممكن يبقى معاه الاثنين, كي وكي كارد, مفتاح وبطاقة إلكترونية. أوكي, أو ممكن يبقى معاه واحد بس فيهم. بس عامة ده حاجة بقى هتعرفها في السيستم بتاع الأوتيل اللي انت بتشتغل فيه. بس كي كارد عامة معناها بطاقة الفتح الغرفة. اوكي, here is your. fine, طب ينفع اقول له that's your, that's your, دي اهي الكي كارد؟ لا, كده اسلوب غير مهذب. هي here is your, التزموا بالصيغة اللي قصادكو. اوكي, here is your key card for your room. next, اللي بعده. Would you like to have dinner in the restaurant? دي برضو جملة هتتقال من خلالك انت كريسبشنست او كموظف بتشتغل في الهوتيل او في الريزورت او في الريستورنت. بتسأله تحب تاخد العشاء في الريستورنت؟ ده طبعا لو هو عايز هيقولك اوكي, لو عايز ياخده في اوضته هيقولك نو. فاين, would you like, هل تحب, شايفين الصيغة, would you like to have dinner in the restaurant. عايزة بس انبه عليكم في حاجة level 1 قبل ما انسى, ما فيش بس وانتوا عشان انتوا وانتوا بتحفظوا او وانتوا بتحلوا الاسئله او عامه يعني وانتوا بتعملوا لي حتى التكليفات, بلاحظ ان في يعني كسل رهيب جدا, بتاخدوا نص الجمله بتحفظوها او نص الجمله بتحلوا بيها او نص الجمله بتجاوبوها. الكلام ده مرفوض تماما. الحاجات دي صيغه رسميه محفوظه لتعاملك مع العميل. اوكي, بالذات الجمل اللي انت المفروض انك هتقولها كوركر, كموظف في مجال سياحة وفنادق, لازم تلتزم بيها بصيغتها كده على بعضها من اول حرف لحد اخر حرف. اوكي, انا نبهت اهو, لان ممكن لو راح منها اي كلمة يتحول لاسلوب, ممكن تكون الجملة لسه صح زي ما هي بس اصبحت اسلوب غير رسمي وغير ملائم انك تتكلم بيه مع العميل بتاعك. اوكي, the last one. can you reserve me a table for two at 8 o'clock؟ يعني can you reserve, can you reserve, هل ممكن انك تحجز لي. reserve ده فعل خدناه وقلنا ان هو verb مهم جدا, لازم تبقى حافظه. هو بيقول لك ممكن تحجز لي, reserve me, تحجز لي, me لي انا, a table for two, لشخصين, في تمام الساعة 8 at 8 o'clock. ده دي بتتقال لك من خلال الكاستمر, دي الكاستمر هو اللي بيقولها او الجاست الضيف هو اللي بيقولها.
وطبعا انت بترد عليها ب most welcome. يعني ايه most welcome؟ يعني على الرحب والسعة. اوكي، ال six expressions دول، بالذات ال expressions اللي احنا قلنا ان انت كعامل اللي هتقولها يتحفظوا صم زي ما هما كده. اوكي، yes thank you so much يا level 1. وعايزه اقول لكم انه السلايد اللي هتظهر لك بعد دي على طول هيكون مكتوب فيها حاجه اسمها كي ووردز، يعني الكلمات المفتاحيه لصياغه الاكسبريشنز بتاعت الريسيفنج جيستس. مكتوب فيها كلمات مهمه جدا هنناقشها طبعا رايت ناو حالا. اوكي يا ليفل 1، بعد ما خلصنا الجزئيه بتاعت ريسيفنج جيستس اللي هي الاكسبريشنز، التعبيرات الخاصه ب التعامل مع الضيف او العميل او السائح فور ما يجي ينزل للمؤسسة السياحية او الفندقية اللي انت شغال فيها، في مرحلة ما هو لسه عامل تشيكن وداخل للمكان. جينا على السلايد اللي قصادكم دي، انتوا شايفين فيها جزئين، كل جزء معمول له عنوان جانبي باللون البيربل باللون الموف. تعالوا ناخد العنوان الاول اللي هو receiving guests. receiving guests اللي هو استقبال الضيوف او العملاء. احنا في السلايد اللي قبل دي خدنا التعبيرات اللي هنستعملها معاهم، اما هنا في الكلمات دي الكلمات اللي ممكن احتاجها وانا بتعامل برضو معاهم، الكلمات الاساسية اللي ممكن الاقيها في السياق اللي انا بتكلم بيه او في المحادثات اللي انا بعملها. طبعا الكلمات دي انت لازم تحفظها لان ده شغلك في المستقبل ان شاء الله، بالاضافة كمان ان ده هيجيلك عليها. انا نبهت في المحاضرات ان هيجيلك في الامتحان سؤال عبارة عن مجموعة من الكلمات مفرغ منهم مجموعة من الحروف، يعني متشال منها مجموعة من الحروف وانت بتبقى حافظ الكلمة طبعا، فبتقوم كاتب الحروف دي علشان تكمل الكلمة. اول كلمة هنا عندك luggage. luggage luggage يعني امتعة، اللي هي شنط السفر اللي بتبقى مع العميل مع الضيف. ودي كلمة noun. noun يعني ايه؟ يعني اسم. احنا في الانجليش عندنا noun اسماء، وعندنا verbs افعال، وعندنا adjective صفات، وعندنا adverbs ظروف. اوكي، وعندنا طبعا prepositions حروف جر، وعندنا tools ادوات. بس مبدئيا لازم انت حاليا كل حاجة هتاخدها ان شاء الله في السنوات القادمة بإذن الله، بس ضروري دلوقتي انك تكون قادر تميز ما بين النون اللي هو الاسم والفيرب اللي هو الفعل. اوكي، لما تلاقيني جنب الكلمة فتحة لك قوسين وكتبة ان سمول، ان سمول دي معناها ان الكلمة دي نون اسم. لو لقيتني القوسين دول كتبة لك فيهم في سمول، حرف الفي سمول، ده معناه ان الكلمة دي فيرب يعني فعل. بالعربي خالص كده، يعني ايه اسم ويعني ايه فعل؟ فعل زي ما بنقول في العربي، يعني يجري، ينام، يلعب، يأكل، يدرس، يذهب، يأتي. انما اسم يعني اسم ولد، اسم بنت، اسم جماد زي تيبل، تشير، ترابيزة، كرسي، كات، دوغ، سكول، لايك ذات. luggage قلنا اللي هي الأمتعة أو حقائب السفر. تاني كلمة reception desk. reception desk يعني مكتب الاستقبال. طبعا أنا هنا زي ما انتوا شايفين أنا ال words أو الكلمات مكتوبة بالترانسليشن بتاعتها، بالترجمة بتاعتها. أوكي، طب ومال ليه أنا بنطقها بصوتي؟ علشان النطق، انك تعرف excuse me ال pronunciation، النطق السليم بتاع الكلمة مهم جدا. انت مش بتذاكر الانجليش علشان الامتحان فقط، لا، انت كمان علشان تكون زودت حصيلتك اللغوية وحسنت النطق عندك. فهنا احنا بتسمع النطق مني وبتكرره مع نفسك في البيت كذا مرة وانت بتستذكره، وفرصة كويسة ان المحاضرات دي مسجلة فيديو عندك، تقدر ان انت تعمل بوز، توقف الفيديو براحتك وتعمل تكرار للكلمة كذا مرة. فقلنا اول حاجة luggage، reception desk
وبعدين registration card registration card registration card وبعدين signature 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 وبعدين sign 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 الG silent وبعدين lounge 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 اللي بتساوي lobby 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 و lounge دي الاستراحة اللي بتكون موجودة في الهوتيل، يعني أي هوتيل أي فندق بيكون فيه اللي هي الاستراحة اللي بتبقى قصاد الريسبشن كده، اللي ممكن يقعد فيها ينتظر لحد ما أوراقه تخلص أو لحد ما يجي البورتر الشيال يشيله الشنط للأوضة، ده بنسميها lobby أو lounge. next اللي بعده receptionist 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 أو check-in clerk check-in clerk وبعدين check-in 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 وبعدين home address home address home address وبعدين guest guest يعني ضيف وبعدين key card key card key card. طبعا أنا نطقت الكلمات والمعنى بالعربي هتلاقيه قصاد كل كلمة. طيب نيجي على النص التاني من الشريحة اللي قصادك دي، العنوان الجاذبي اللي مكتوب باللون الموف مكتوب special occasions special occasions يعني مناسبات خاصة أو مناسبات مهمة. ليه أنا أعرفها؟ لازم تعرفها علشان المناسبات دي بتكون البيك يعني ذروة الضيوف في الفنادق والمنتجعات السياحية والمزارات السياحية بشكل عام. دي المناسبات اللي الناس بتروح فيها فنادق علشان تغير جو، او بتلاقي نفسك انت بتطلع بافواج سياحيه كتير جدا علشان الناس بتتفسح، او بتلاقي لو انت شغال في منتجع سياحي بتلاقي فيه اقبال على المطاعم والمزارات السياحيه بشكل عام، فتبقى انت عارف ايه هي المناسبه اللي احنا موجودين فيها دي. اوكي كريسماس 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 وبعدين ايستر 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 كريسماس اللي هو عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ايستر اللي هو الربيع او عيد شم النسيم عندنا احنا كمصريين بنقول عليه ايستر. لو سمحتوا التزموا بالنطق اللي انا بقوله. اوكي انا كان ممكن اسيب لك الكلمات بالترجمة بتاعتها وخلاص، انا بنطق علشان انت ملتزم بالنطق اللي انا بقوله لك. اوكي نيو يير ايف نيو يير ايف نيو يير ايف ليلة راس السنة، رمضان رمضان ده شهر رمضان، public holiday public holiday public holiday يعني اجازه رسميه زي اجازه عيد الشرطه وعيد العمال وعيد 6 اكتوبر مثلا، feast 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 يعني عيد، العيد زي الاضحى وعيد الفطر، هالوين 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 ده عيد الهلع وده عيد اللي كان بيحتفل فيه بعض يعني غالبا هو جاي من الثقافة الأجنبية. أوكي وبيحصل فيه ان احنا بنتنكر، يعني بتلاقي فيه هتلاقي السياح والزوار بتوعك كده بيعملوا حفلات تنكرية ولابسين ملابس مختلفة. هالوين هالوين مش هالوين هالوين. أوكي thank you. اوكي يا ليفل 1 احنا هنا وصلنا ل بوسيسيف ادجكتيفز بوسيسيف ادجكتيفز اللي هو العنوان المكتوب قصادك باللون الاحمر العريض او ادوات الملكيه بالعربي. طيب يعني ايه بوسيسيف ادجكتيفز او ادوات الملكيه؟ هنقول واحده واحده. الصوره اللي انتم شايفينها قصادكم دي مقسومه نصين، نص عباره عن مربع احمر والنص الثاني عباره عن مربع ازرق. المربع الاحمر لو لاحظتوا فيه حوالي ادا 1 2 3 4 5 6 7 8 sentences 8 جمل. اول كل جمله في دايره في سيركل دايره كده، الدايره دي محطوطه على السبجكت برناون. يعني ايه؟ يعني ضمير الفاعل. ضمير الفاعل اللي هي ايه؟ الضمائر الاساسيه بتاعتنا اللي هي اي بمعنى ضمير المتكلم انا، يو تحتها على طول ضمير ضمير المخاطب انت، هي ضمير الغائب هو للولد، شي ضمير الغائب هي للبنت، ات ضمير الغائب لغير العاقل زي كات او دوج او تشير او تيبل ترابيزه كرسي كلب قطه. اللي بعده وي ضمير المتكلم نحن، وبعدين يو
ضمير المخاطب أنتم للجمع أنتم، آخر حاجة they ضمير الغائب للجمع هم هم. أوكي كل ضمير من ضمائر الفاعل دول، طبعا هو حاطط كل ضمير علشان التوضيح بزيادة، حطته لك في جملة كمثال يعني. أوكي بس معلم لك كل ضمير فيهم بدايرة علشان ده التركيز بيكون عليه. التركيز بيكون عليه من حيث ايه في اللي احنا فيه دلوقتي في القاعدة دي؟ من حيث ان كل ضمير فيهم ليه مقابله او ليه فيما يخصه ضمير ملكية. كل ضمير subject pronoun يعني ضمير فاعل له ضمير ملكية. اوكي يعني ايه ضمير ملكية؟ يعني اذا كنت بقول I play football مثلا، انا العب الكرة، او I am a doctor انا اكون دكتور، كده انا بعرف نفسي وبتكلم عن حاجة بعملها. طب لو عايزة اتكلم عن حاجة بمتلكها اعمل ايه؟ لازمني ضمير ملكية. انا وانا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن حاجة بعملها لازمني ضمير فاعل اللي هو subject pronoun. subject pronoun يعني ضمير فاعل اللي هو I. طب لو انا عايزة اتكلم عن حاجة بمتلكها ينفع استعمل برضو ضمير فاعل؟ اكيد لا، لازمني ضمير ملكية. فكل ضمير من ضمائر الفاعل قدامه او بتاعه او ليه ضمير ملكية. تمام؟ بعمل ايه؟ بحفظ بقى، بحفظ ضمير الفاعل بضمير الملكية بتاعه. يبقى الدوائر الحمراء دي ده ضمير فاعل، ضمائر فاعل. الدوائر الزرقاء على الناحية التانية ضمائر الملكية او ادوات الملكية. طيب واضح جدا ان ضمير المتكلم I ضمير الملكية بتاعه my، ويو المخاطب انت للمفرد، انت واحد بس للمفرد ضمير الملكية بتاعه يور، وضمير الغائب هي هو للولد او للرجل ضمير الملكية بتاعه هز، وشي غائب للبنت او للسيدة ضمير الملكية بتاعها هير، وات ضمير الغائب لغير العاقل ضمير الملكية بتاعه اتس، وي نحن ضمير المتكلم نحن الملكية بتاعها our، you ضمير المخاطب أنت ضمير المخاطب أنتم للجمع الملكية بتاعها your، وthey ضمير الغائب للجمع بمعنى هم الملكية بتاعها their. يبقى تاني في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها لكم قبل ما نقفل النقطة دي. ضمير المخاطب يو، ضمير المخاطب يو ممكن يجي على انه مخاطب لمفرد، يعني انا بخاطب شخص واحد قصاد مني، او بخاطب مجموعة. بخاطب هو ضمير مخاطب يمشي الاثنين، يمشي مخاطب مفرد لو بخاطب شخص واحد قصادي، ويمشي مخاطب جمع لو بخاطب قصادي مجموعة مش شخص واحد. يعني ممكن اقول لو انا قصادي طالب واحد ممكن اقول له you are a good student، انت طالب كويس، فانا بكلم شخص واحد اهو. او ممكن لو قصادي مجموعة من الطلاب اقول لهم you are good students، students يعني طلاب اخرها اس جمع. تمام؟ ننتبه للنقطة دي كويس. بس في الحال بميز ازاي بقى؟ بميز بمعنى الجملة. تعال شوف تاني جملة كده مكتوبة في النص اللي باللون الاحمر، you are Australian يعني انت استرالي، فواضح ان انا بكلم شخص واحد جنسيته استرالية. الجملة تاني واحدة قبل الأخيرة، تاني واحدة من تحت يعني، تاني واحدة من تحت اللي هي الجملة اللي قبل الأخيرة، you are students أنتم طلاب. يبقى تاني واحدة من فوق كانت ضمير مخاطب مفرد، أنت مفرد، أنت للمفرد، إنما تاني واحدة من تحت كانت مخاطب أنتم للجمع. بس في الحالتين ضمير الملكية بيكون your. Okay, level one. Here we have an exercise. اوكي هنا بقى عندنا اكسرسايز تطبيقي على قاعده الادوات الملكيه اللي احنا خدناها في الجزئيه اللي قبل دي على طول. تمام؟ سؤال تطبيقي بقى. طيب اكدت عليكم مرارا وتكرارا نفهم راس السؤال. تعالوا نقرا مع بعض. هنا راس السؤال بتقول ايه؟ complete the jumbled dialogue with my your his her our or their. مش ده يعني لو في صدفتك مثلا وانت بتحل الامتحان بتاع اخر السنه ان شاء الله ربنا يوصلنا للمرحله دي بالسلامه يعني، لو مثلا جالك اكسرسايز وبتقرا انت راس السؤال عشان تعرف
تحل السؤال ازاي، تقرا راس السؤال عشان تفهم ايه المطلوب منك. لقيت مثلا كلمة ولا كلمتين في راس السؤال ما انتش فاهمهم، ممكن تعديهم على فكرة، ممكن تعديهم وتفهم بالمعنى العام. اوكي، وده احنا بنعمله في كل في اي حاجة واحنا بنقراها بالانجليش. لو بنقرا يعني، انا عن نفسي لما باجي اقرا جورنال بالانجليش او ماجازين مجلة، انا نفسي مش ببقى فاهمة كل كلمة، يعني ممكن يصادفني مثلا في السياق كلمتين ثلاثة ما ببقاش عارفاهم، بعديهم وبفهم من المعنى العام كده. كده ورقة الامتحان ان شاء الله هتكون على نفس النمط وعلى نفس الستايل بتاع الاسئلة اللي انت اتعرضت لها في المحاضرات الالكترونية. تمام، مش هيكون في حاجة اختراع جديد يعني شكل سؤال جديد، ولكن انت بتحاول ان انت تذاكر الامثلة اللي انت خدتها دي علشان لو جالك اي حاجة مختلفة، حاجة بسيطة مثلا، تبقى انت عارف ازاي تتعامل معاها. بس في الغالب في حاجات ثابتة، يعني هنا راس السؤال بيقول ايه؟ complete. complete دي يعني ايه؟ اكمل. complete يعني اكمل. the jumbled dialogue، الديالوج يعني المحادثة اللي قصادك دي محادثة، تمام؟ حوار يعني ما بين اتنين او ما بين ثلاثة. with my، with يعني بواسطة اللي هيقولك عليه ده، my، your، his، her، our، their. طيب السياق او المحادثة اللي قصادنا دي في سياق السياحة والفنادق، يعني مش بره، مش محادثة ما بين اتنين اصحاب مثلا ولا كده، لا دي محادثة في سياق مجال السياحة والفنادق. تمام، تعالوا نشوف هي ازاي تخص السياحة والفنادق، وهنكملها ازاي بالاختيارات اللي عندنا دي، اللي هي my و your و his و her و our و their، اللي هي ادوات الملكية اللي احنا لسه اخدنا في الجزئية اللي فاتت دي على طول. تعالوا نقرأ واحدة واحدة. طبعا انتوا الاجابات بتبقى مكتوبة في السلايد اللي بتظهر بعد دي على طول، مكتوبة كتابة ببقى انا كتبها لك، بس هنا انا براجع لك على القاعدة وبفهمك الحلول جت ازاي عشان ما تبقاش انت بتحفظ الحلول فقط. letter A، yes we have. طبعا number one هو حللها، اوكي هي given. yes we have your reservation. يعني ايوه احنا عندنا الحجز بتاعك. مستر فازيلي بليز كومبليت ذس ريجستريشن كارد، وبعدين فول ستوب. يعني ايه اول جمله كده؟ انت كريسبشنست، كموظف بيشتغل في الهوتيل، بتاكد الحجز مع العميل بتاعك، بتقول هو اسمه مستر فازيلي، بتقول له يس وي هاف يور ريزرفيشن، ايوه احنا عندنا الريزرفيشن بتاعك، عندنا الحجز بتاعك. بليز بس كمل لنا لو سمحت الريجستريشن كارد اللي هي استمارة الحجز، وبعدين فول ستوب. could I have، ممكن اخد، ها باسبورت، ومديني فراغ في نمبر 2. هنا انا عايزه اقول له ممكن اخد الباسبورت بتاعك لو سمحت. طبعا احنا عايزين نتفق ان مفيش حاجه اسمها باسبور ولا باسبورت، هي اسمها باسبورت. باسبورت يعني جواز السفر. اوكي طيب، هو عايز يقول له ممكن اخد الباسبور بتاعك، بتاعك ضمير مخاطب انت، ضمير مخاطب انت يو، الملكيه بتاعت يو ايه؟ يور، يبقى هتبقى الحل يور زي نمبر 1. اوكي طيب، ثانك يو، وي وود لايك تو هاف دينر ان ذا ريستورانت ذس ايفنينج، شكرا احنا عايزين نتناول العشاء في المطعم هذا المساء. my wife is meeting، وبعدين مديني فراغ وكاتب sister here. تفتكروا ممكن تبقى الإجابة ايه؟ انا يعني هو العميل دلوقتي بيتكلم معاك وبيقول لك احنا my wife، مراتي، هتقابل اختها هنا. اوكي اختها ضمير غائب شي. اوكي ضمير الغائب شي أداة الملكية بتاعته ايه؟ her، H-E-R، فهتبقى الإجابة her is meeting her sister here. اللي بعده letter C، certainly، بالتأكيد كارلوس، بالتأكيد يا كارلوس، please help Mr. and Mrs. Vazili with. كارلوس ده ممكن يكون البورتر اللي هو الشيال يعني، أو اللي بيحمل الحقائب للجستس للضيوف،
وانا باكد عليه، بقول له شيل اللاجج، الامتعه اللي هي الكلمه اللي بعد نمبر 4 على طول جنبها كده، لاجج. يعني ايه لاجج؟ الامتعه بتاعتهم. ف انا بتاعتهم هم، ضمير الغائب للجمع they، ضمير الغائب للجمع they، الملكيه بتاعته ايه؟ there. فانا هحط هنا في نمبر 4 there. عندي فول ستوب، نقطة يعني نهاية الجملة، وعندي بداية جديدة، جاب فراغ، وبعدين نمبر 5 روم نمبر از 4036. اوكي، تفتكروا ممكن اكون عايزة اعمل الانسر هنا ايه في نمبر 5؟ ها هنا انا بكمل كلامي مع البورتر، بكمل كلامي مع الشخص اللي بيشيل اللاججز، فبقول له غرفتهم 436. فبقول ايه؟ غرفتهم ضمير الجمع للغائب they، اللي هي الملكية بتاعت they ايه؟ there. فانا برضو هنا في number 5 هحط there. هيجي عندي letter D، that's right sir، هذا صحيح يا سيدي. Full stop. A parking space is reserved for 3 days، يعني مساحة في الباركينج محجوزة لمدة 3 أيام. The car park attendant can help you. الشخص المسؤول عن الكار بارك ممكن يساعدك. وبعدين حط لي فول ستوب، وبدأ لي جملة جديدة بفراغ نمبر 6. وبعد الفراغ نمبر 6 مديني name is Michael. فأنا هنا محتاجة أقول إيه في نمبر 6؟ انا محتاجه اقول، بشرح انا للراجل اللي قصادي، بقول له انه الشخص المسؤول عن الباركينج اسمه مايكل، تمام؟ فبالعربي كده عايزه اقول ايه؟ اسمه يكون مايكل. اسمه دي انا بتكلم عن ضمير غائب للولد هي. طب ضمير الغائب للولد هي ملكيته ايه؟ هيز. فهقوم انا كاتبه في نمبر 6 هيز، علشان يبقى المعنى اللي عندي هيز نيم از مايكل، اسمه مايكل. اوكي، عندي فول ستوب، وبعدين بدأنا and here is، ها here is what، here is your key card، وتفضل ده الكي كارد بتاعك، يعني اللي احنا قلنا الكارت المعدني اللي بيفتح باب الغرفة. وبعدين فول ستوب، يبقى نمبر 7 هتبقى your. اوكي، تفضل your key card، هذا كارتك الالكتروني. اوكي، ده ضمير مخاطب انت للمفرد يو، وبعدين الملكية بتاعته طبعا بتكون يور. فانا هنا ايه؟ هكتب يور. عندي فول ستوب، نقطة، انهى الجملة، وبدأ جزئية جديدة. اوكي، اللي هي في نمبر 8، فراغ نمبر 8. يا ترى انا في فراغ نمبر 8 هكون محتاجة اكتب ايه؟ برضو يور. يور روم نمبر از 436، اتس اون ذا فورث فلور. غرفتك، رقم غرفتك يكون 436، وهو يكون في الدور الرابع او في الطابق الرابع، fourth floor. احنا هنا كده اشتغلنا كذا example من A ل D، من E ل H. انتوا هتشوفوا الاجابات في السلايد اللي هتظهر بعد دي على طول، هتذكروهم هما والاجابات اللي اتشرحت، برضو كمان تأكدوا عليهم. ولو في اي حد فيكم ما فهمش اي حاجة يتواصل معايا، وبالتوفيق يا سنة أولى. هنا يا ليفل 1، احنا عندنا عنوان مكتوب باللون الريد، باللون الاحمر اهو، اسمه how to use prepositions، كيف نستعمل حروف الجر. اوكي، حروف الجر من اهم الادوات اللي بتبقى موجوده في الجمل بتاعه الانجليش، سواء الجمله دي بوزيتيف يعني مثبته، او جمله نيجاتيف منفيه، او سؤال. اوكي، هنا عندنا مجموعه من الجمل، والفراغات اللي فيهم هم 16 فراغ، 16 يعني، تمام؟ احنا هنمشي نقطه نقطه ونحط فيها حرف الجر المناسب. هعرفه منين؟ هعرفه بحاجتين، ان انا الاول اكون عارف استعمال كل حروف الجر بتستعمل فين، وثانيا لما اقرا الجمله من بدايتها لنهايتها واحدد في الفراغ ده انا محتاجه
اي واحد من حروف الجر، يعني في اسئله الكومبليت، في اسئله التكمله اللي من النوعيه اللي انتوا شايفينها قصادكم دي، لازم اقرا الجمله كويس، اقرا اللي قبل الفراغ، الكلمات اللي قبل الفراغ وباقي الكلمات اللي بعد الفراغ، علشان اعرف في الفراغ بالظبط هحط ايه وانا بكتب. ومهم تاني باكد عليكم انك تتعلم تقرا راس السؤال. انا اديتك اكتر من مثال في المحاضرات الالكترونيه، استغليت معظمها انها تبقى لتعريفك على شكل السؤال بيكون عامل ازاي. تعالوا نقرا هنا راس السؤال الاول قبل ما نبدا نحل السؤال نفسه. هنا بيقول لك complete. طبعا كلمة complete دي انت شفتها مليون مرة. complete دي معناها كمل او اكمل. complete the hotel information، معلومات الهوتيل. يعني انا فهمت كده انه الجمل اللي قصاد مني دي وفيها فراغات ومحتاجة اكملها بحروف جر، كل الجمل دي بتتكلم عن معلومات بتخص اوتيل معين، هوتيل معين، تمام. with بواسطة، ها at حرف الجر، at حرف الجر، on حرف الجر، ام حرف الجر، from حرف الجر، to. طيب تعالوا نمشي جملة جملة ونشوف الحلول هتكون ازاي. كده كده انت بيظهر لك الحلول بعد السلايد دي على طول. breakfast اول جملة، طبعا في عنوان جانبي كده، عنوانين جانبيين ملناش دعوة بيهم، احنا نبدأ من اول النقط على طول. breakfast is served، الفطار بيقدم، served يعني بيقدم. وكان مديني فراغ في نمبر 1 هو تفضل مشكور وحلو. from 7:30 من 7:30، وبعدين مديني فراغ في نمبر 2 وبيقول لي ومديني بعده ساعة 10 in the restaurant. يعني معنى الجملة على بعضها كده ايه؟ الفطار بيقدم من 7:30، او انا بالعربي عايز اقول ان الفطار بيقدم من 7:30 الى 10 في المطعم. يعني الهوتيل اللي بتكلم عنه ده بيقدم وجبة الفطار من 7:30 لعشرة وبتكون في المطعم، اوكي؟ طب هو قال لي اداني from في نمبر 1، في فراغ نمبر 1 اداني from اللي هي بمعنى من، تمام؟ 7:30. انا بقى عايز اقول الى 10، الى دي يعني ايه؟ يعني 2، تمام؟ فجاب نمبر 2 او فراغ نمبر 2 هيبقى 2 اللي هي تي او، مش 2 اللي هي رقم 2، لا 2 اللي هي حرف الجر اللي مديهولي فوق ده في الاختيارات. فهتبقى عشان يبقى معنى الجملة على بعضه ان الفطار بي served from 7:30 to 10 in the restaurant، الى 10، تمام؟ دي الفترة بتاعت الفطار، انت بعد كده ما وجبة الفطار بتكون خلاص اتكنسلت. تاني جملة، the restaurant is open، ها المطعم مفتوح ومديني فراغ بتاع نمبر 3 lunch time. لانش تايم ده اللي هو ميعاد الغداء. طيب انا عايزه اقول بالعربي كده، انا بحل اهو في الامتحان، فبشرح لنفسي الجمله الاول بالعربي مقصود بيها ايه علشان اعرف احل بالانجليزي. انا عايزه اقول ان الريستورنت مفتوح في او عند ميعاد الغداء. عند دي بنقولها ازاي بحروف الجر؟ بنقولها at. at the restaurant is open at lunch time، يعني عند ميعاد الغداء الريستورنت هيكون مفتوح. طب حلينا هو نمبر 3، تعالوا نمبر 4. نمبر 4 عايزه تاني جاب لي توقيتين، توقيتين من والى، من والى، من كذا الى كذا، من 12 ل 3. فاحنا خدنا في نمبر 1 خلاص بقى ان من والى دي بتبقى from وبعدين to. from 12 نمبر 4 هتبقى from، نمبر 5 هتبقى to، علشان يبقى المعنى النهائي from 12 من 12 to 3 لحد الساعة 3. تعالوا على number 6، فراغ وبعدين جايب لي كلمة the evening. the restaurant is open. the evening ده فترة من فترات اليوم، معناها المساء، وفترات اليوم بيجي قبلها حرف الجر n ان. فانا في نمبر 6 هبدا بان علشان يبقى المعنى in the evening في المساء the restaurant is open، بيكون المطعم مفتوح. طيب جات لي بقى نمبر 7 وبعدها في توقيت زمني اللي هي 6 o'clock. last orders، عندي توقيت زمني اقوله ازاي؟ قبل التوقيتات الزمنيه، اوكي، لو عندي تايم يعني وقت له علاقه بالساعه، تمام، بحط قبله at.
يعني لو عايزه اقول عند تمام الساعه السادسه بقوم قايله ات، فانا في نمبر 7 هحط ات وبعدين فول ستوب. خدوا بالكم هنا مش من والى، انا المعنى عندي مش محتاجه، هو توقيت زمني واحنا في نمبر 1 وفي نمبر 2 كمان كان عندي توقيتات زمنيه بس كان المعنى مختلف. تمام، كنت عايزه ادي معنى من والى، من 3 الى 5، من 12 الى 2، انما هنا انا ما بقولش من والى، المعنى هنا عندي ما عنديش من والى، انا عايزه اقول في تمام الساعه السادسه، ففي تمام الساعه السادسه دي بستعمل لها حرف الجر ات. اوكي، علشان كده انا في نمبر 7 حطيت ات. طب عايزه اقول من الساعه السابعه الى الساعه التاسعه، لا الوضع يختلف بقى، اقول from مثلا 7 to 9. اوكي، علشان كده بقول لك وانت بتحل السؤال بتاع الكومبليت لازم تقرا الجمله من بدايتها لنهايتها. تمام، سواء فيها فراغ واحد او فيها اتنين فراغ، فانت ما ينفعش تقرا الجمله من اولها بس وتقف، ولا تقرا بس اخرها وتقف، تقرا الكلمات اللي قبل الفراغ واللي بعد الفراغ علشان في النهايه تحدد انت محتاج ايه بالظبط. كده خلصنا نمبر 7. طب تعالوا بقى لنمبر 8. نمبر 8 برضو نفس الكلام، لاست اوردرز، الطلبات الاوردرات النهائيه بتكون في تمام الساعه العاشره. اوكي، يعني الاوردرات اللي انت ممكن تطلبها في الاخر بتكون في تمام الساعه العاشره مش بعد 10. فاحنا اتفقنا في تمام الساعه دي بعبر عنها بحرف الجر ايه؟ at. تمام، يبقى 8 هتبقى حرف الجر at زيها زي 7. اوكي، طيب نمبر 9 بادئ لي بالجاب بالفراغ وبعدين مديني كلمه summer. تمام، summer يعني فصل الصيف. طيب احنا قبل السيزونز، قبل الفصول بتاعه السنه بنستعمل ان، فانا هقوم في نمبر 9 حاطه ان. اوكي، وبعدين كوما the terrace، terrace اللي هي البالكون، restaurant is open يعني البالكوني بتاعت المطعم بتكون مفتوحة. تمام، is open، بعدين مديني فراغ في number 10 وبعدين مديني كلمة the evenings. evenings اللي هي فترات المساء، واحنا اتفقنا انه الفترات بتاعت اليوم بيجي قبلها حرف الجر ايه؟ in، فانا في number 10 هحط in برضو زي ما حطيت في number 9. تعالوا للي بعدها اللي هي 11، the shops in the hotel lobby، المحلات الموجودة في اللوبي في الاستراحة بتاعت الهوتيل are open، وبعدين مديني فراغ اللي هو بتاع نمبر 11 بتاع رقم 11، وكتب لي بعد weekends يعني نهاية الأسبوع. كلمة weekends، كلمة weekends بمعنى نهاية الأسبوع بيجي قبلها at. تمام، at حرف الجر at. But the exchange bureau، نكمل بقى، but the exchange bureau مكتب الصرافة is closed، بيكون مغلق، ها فراغ نمبر 12 رقم 12 وبعدين بعديه اليوم Saturday اللي هو يوم السبت. أيام الأسبوع بيجي قبلها إيه يا شباب؟ بيجي قبلها on أيام الأسبوع on، فأنا في نمبر 12 هحط حرف الجر on. طيب 13 فراغ وبعدين بعده جولاي ان اوجست، جولاي ان اوجست دول شهرين من شهور السنة. طيب شهور السنة بيجي قبلها ايه يا ليفل 1؟ بيجي قبلها حرف الجر ان، فنمبر 13 رقم 13 هحط فيها حرف الجر ان. طيب ذا سويمنج بول، حمام السباحة از اوبن رقم 14، فراغ رقم 14، احنا اتفقنا هنا في نمبر 14 ناخد بالنا، انا مش عايزه اقول في تمام الساعه الثامنه، انا عايزه اقول من 8 الى 20 دي اللي هي يعني من توقيت لتوقيت معين. اوكي، هاو كان اي سي ات، عندي فراغ رقم 14 وفراغ رقم 15. اوكي، فراغ رقم 14 هيكون فروم من، وفراغ رقم 15 هيكون تو الى، يعني من والى. اوكي، الساعة 20 دي يعني بطرح منها بطرح منها 12 بتكون 8، يعني من 8 الى 8، الحمام السباحة متاح من 8 صباحا مثلا الى 8 مساء. تمام، فيبقى عايز اقول من والى، تمام، مش عايز اقول في تمام الساعة الثامنة، لا نفهم كويس، انا هنا عايز اقول من والى، من والى يعني from بمعنى من وto بمعنى الى،
فيبقى الفراغ الاولاني from اللي هي من، والفراغ التاني بتاع رقم 15 to اللي هي الى. طيب اخر نقطة بقى we regret، احنا يعني بنعتذر، خدوا بالكو we regret، regret معناها يندم، بس هنا معناها اعتذار. زي فاكرين لما كنا بنقول I am afraid، I am afraid معناها انا خائف، تمام؟ بس لما باجي اقولها للعميل بتاعي معناها انا بعتذر. صورة مبالغة في الاعتذار، مبالغة يعني وحشة؟ لا، مبالغة يعني كويسة، لان انا كنت كل ما كنت بتكلم بصيغة مهذبة اكتر مع العميل كل ما اديت انطباع افضل عن المؤسسة السياحية اللي انا بشتغل فيها، تمام؟ فده لما باجي اعتذر للعميل بتاعي. انا اديت لكم قبل كده في فيديو من الفيديوهات المحاضرات الالكترونيك مدياكم صيغ الاعتذار للعميل، تمام؟ وكان فيها I am afraid، هنا ضيف لها، ضيف النقطة دي we regret، يعني نحن بنعتذر، مش معناها نحن بنندم، نحن بنعتذر. There is no laundry service، ما عندناش خدمة الغسيل، laundry service خدمة الغسيل. وكلمة laundry اللي هي خدمة الغسيل انا اعطيها لك برضو في جزئية من جزئيات المحاضرات الالكتروني، اوكي؟ هتلاقيها موجودة عندك. We regret، احنا بنعتذر، ما عندناش خدمة الغسيل. وبعدين مديني فراغ اللي هو بتاع رقم 16، وبعدين Sundays اللي هي ايام الحد. يعني احنا بنعتذر لحضرتك، خدمة الغسيل مش متاحة عندنا في ايام الحد. طيب ايام الاسبوع، ما هو الحد ده يوم من ايام الاسبوع، ايام الاسبوع بحط قبلها حرف الجر ايه؟ بحط قبلها حرف الجر on، on، يبقى number 16 هتبقى on. السلايد اللي هتظهر لك بعد دي ليفل 1 يا سنة اولى، هتلاقوها مقسومة نصين، نص فيه الحلول اللي احنا ناقشناها مع بعض دلوقتي مكتوبة عندك، والنص التاني مكتوب فيه القاعدة نفسها. حرف الجر on بيجي قبل ايه، ان بيجي قبل ايه، at بتيجي قبل ايه. هتذاكر وتراجع الحلول مرة تانية مع نفسك بعد ما سمعتها شرحها، تبص عليها كمان وهي مكتوبة ورا بعضها كده وتطبقها بالسؤال، وكمان هتبص على الملاحظات اللي مكتوبة على حروف الجر انك ازاي تستعملها، اوكي؟ بتعمل بوز للفيديو، بتوقف الفيديو وبتبص على السلايد اللي بعد اللي هتظهر بعد دي على طول، لانها بتكون مهمة جدا، فيها الحلول اللي احنا ناقشناها شفوي مع بعض دلوقتي، وفيها كمان ملاحظات هامة جدا عن حروف الجر، لازم تكون مذاكرها كويس. وبست اوف لك، بالتوفيق.